هل يجوز لمن جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر ينتظر الشروق ويصلي ركعتين، هل يجوز له أن يتحدث يتحرك من مكانه ليأتي بالقرآن ليقرأه؟ نعم، يجوز له أنه يقوم الحاجة ويشرب، يقوم يقضي حاجته في دورة المياه ويرجع، إذا احتاج إلى شيء له أن يقوم به وله الأجر إن شاء الله. نعم.